اليوم كانت عندنا الجلسة ديال الأسئلة الشفوية، ومن ضمن القطاعات اللي كانت مطروحة هو قطاع الصحة. وفي التعقيب الإضافي ديالنا طرقنا مع السيد الوزير وطلبنا منه واحد المستعجلات ديال القرب اللي كتحدثت في الموقع ديال وزارة الصحة في المركز الصحي ديال زومي إقليم وزان منذ 2006 ولحد الساعة ما فعلاش ما خدماش. هذا واحد هذه المستعجلات القرب من 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 شأنها باش تخفف تقدم الخدمات تقرب الخدمات الاستشفائية من واحد تقريبا واحد 100 حتى 80 تنميه الف نسمه من الجامعه ديال زومي والجامعات المجاوره، وفي نفس الوقت غادي تخفف الاكتظاظ على مستشفى ابي القاسم الزهراوي بوزان، لان هي عندها واحد الدور مهم هذه مستعجلات القرب. على الاقل غادي الخدمات الاستشفائيه الاوليه غادي يتلقاوها وغيستافدوا لنا المواطنين في هذا المستعجل في هذه الوحده هذه اللي هي في المركز ديال زومي. ولحد الساعه وسبقنا طرحنا هذا الملتمس على السيد وزير الصحه في واحد عدد المناسبات، ولكن لحد الساعه وجدنا له ملتمس اخر شفوي مباشر ونطلب على الله يكون الخير ان شاء الله. خصها تعمم صراحه في جميع المدن، ولكن الاستراتيجيه ديال وزاره الصحه غاديه في ديك المستشفيات الجهويه اللي غيكون عندها واحد العدد ديال المرافق الاستعجال المستعجلات التخصصات الى اخره، باش تخدم على واحد العدد ديال اقطاب صحيه صحيه، ما غيكونش مقتصر على ديك. هذا هو الجواب ديال السيد الوزير، ولكن حنا كنتشبثوا وكنلتمسوا باش هذا المستعجل ديال القرب اللي كاينه في وزاره في المركز ديال زومي اقليم وزان مولي تحدثت من 2006 وما مفعلاش، خصها تفعل وتؤدي الدور اللي تنشات من اجله. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.